السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الناس اللي مداوي الحقوق عمل الصخيرة تمارة كننتظروا شي فريغ صبر، كننتظروا بعدة سنين وحنا كننتظروا ولادنا صغار تكبروا بسلامة وتزوجوا وولدوا، وبالاخر كنتفاجئوا بان كيدعيونا في الارض ديالنا، كيدعيونا وكيصيفطوا لنا استدعاءات وكيحكموا علينا بالافراغ. وحنا عندنا الملكيه ديال تمارة، الملكيه ديال الجيش الوداية، كاينه من المحافظه، كاينه الملكيه، كاين الحيازه، كاين الناس بكل شيء. هنا اش قالوا لنا في المحكمه بعدا منين صيفطوا لينا؟ كيطلب لنا الاستاذ اللي درناه، جيبوا اللفيف، جيبوا 12 شهاده عدليه، جيبوا نسخه كامله باش تثبتوا الهويه بان انتم جيشيين. هذا الشيء في المحكمه الاداريه كيطلبوا لنا هذه المسائل كامله، هذا الشيء كله تجاب، وفي الاخر قال لك لا الافراغ. يعني ورغم من داك الشيء كامل كنثبتوا لينا، كنثبتوا النسب، يعني كردونا لقيطين وعاد جددنا باش نثبتوا لهم النسب ديالنا بدون نتيجه. في الاخر كيقول لك لا بالافراغ، يعني تحكمات المحكمه بالافراغ. ما فهمناش هذا الشيء مناش، وشكون اللي عنده دخل في هذا الشيء هذا؟ ما فهمنا حتى شي حاجه. كنعرفوا الانسان من داوي الحقوق، راه مشات الاراضي عباد الله، راه الاراضي في حي الرياض شحال كدير المتر في حي الرياض، الاراضي في اكدا شحال كدير المتر. انا شيخي عنده فوق 30 ارض، تعوضوا ثمانيات الناس، ثمانيه اللي تعوضوا، وولادي كاينين ثلاثه وكيتقصاو انا من الاستفاده. كاينين ناس قشيين وقشيات من عده سنين، والدين ولاد 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 ولادهم تما كيتسناو بفارغ الصبر، كاين اللي ما عمرو خدا لا جدو ولا والو، وبدون نتيجه. بان خلصوا الشقق بحالكم بحال ايها الناس، وسيروا بحال المواطنين. حنا راه مواطنين مغاربه كاملين، ولكن واحد عنده ارضه في الشاويه، واحد في الدكاله، واحد هنا، واحد في كل بلاصه. كاحتراماتي للكل، هادوك مشاو باعوا الاراضي ديالهم، واللي عنده حقه في الورث مشى باعو وجا خلص. ولكن القيشي والقيشيه اشنو غيبيع؟ راه الاراضي ديال الجدود خداتها الدوله، حنا ما قلناش وما عرضناش الدوله وما عرضنا حتى شي حد، ولكن من داوي الحقوق كقيشي ما فيش باه خدا، باه تضحك عليه، باه تضحك عليه بهذا المصطلح. داو القطارات ديال الاراضي وتقول انا عوض بجدريال، وولاد ولادو يبقاو للزنقه، يبقاو للشارع. بالله عليكم يا المواطنين، واش مغربي قيشي ولد البلاد يولي متشرد في الزنقه هو ووليداتو؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل. وكنصيفط هذا النداء هذا كنشهد جلاله الملك محمد السادس، الله ينصرو والله يخليه لينا، وكنشهدوا على هاد قيش الودايه. حنا مالين هاد البلاد؟ يعني علاش غيطرا فينا بحال هكا؟ وفينا هو الحق ديال جدودنا وديال الجدر ديالنا والنسب ديالنا؟ راه ما بقاش، الهويه تحيدات، ولينا كلاقطين. حنا بهذا المصطلح، حنا ولينا كلاقطين. انا ولدي غدا وبعد غدا غيولد، ولادو اش غيقول لهم؟ من يقول لي بابا با حنا فين بلادي؟ غادي يقول لي ديك البقعه ارضيه الكاريه اللي ساكن فيها، ولكن حتى هي لا ما كانش، اش غادي يقول لي؟ اختي يقول لي لا شيء. الله يرحم الوالدين المسؤولين اللي على هذا الملف، راه كاين غير ربي والموت، راه ما غنتو معانا والو، راه غدا امام الله يوم الحساب والعقاب، راه غيأديه بنادم من الجلد ديالو، راه ما غينفعوش داكشي اللي غيخليه من موراه ويخليه لولادو وحفايدو وحفايد حفايدو. اما حنا وما عاشوش حتى ولادنا، ما بقيناش كنفكروا الحفايد، راه لا حول ولا قوه الا بالله. اختي حنا هاد الناس تنسكنوا في ولاد مطاع الغربيه ديال تمارة، حنا داوي الحقوق كنتسناو اننا بانه غادي يجيو باش يعلمونا باش غادي نمشيو نتحولوا، فكنتفاجئوا جاتنا بهاد الاستدعاء، قال لك تلتحقوا نهار 21 في الشهر بالمحكمه الاداريه. قال لك انتم راكم ماشي ودايا كاع، ما حطيناش حنا واش قيشيين ولا ماشي قيشيين، وحنا جناننا راه كاين وسط القبيله وكل شيء كاين، وهاد الناس كاين كورونا ما عرفناش فين بغاو يصيفطونا. قال لك نهار 21 احنا جينا للمحكمه، دابا احنا داخلين باش نتسنتوا الحكم شنو غيكون. و
وحنا راه ما نحيدوش، حنا راه حنا ذوي الحقوق، وحنا راه حنا مقيدين النواب ومقيدنا كل شيء، وباقي ما وصلنا حتى شي حاجه. ما عمره ما جا عندنا هذا المقدم، هذا المقدم كيحول عندنا عين الناس اللي شارين من عند عباد الله تما، وكاين شي وحدين ما ساكنين شراهم حتى هما استافدوا، ما عمرهم كانوا جاوا راهم كيستافدوا، هما اللي دايرين هذا الشيء هذا. حنا ما عمرنا ما جا عندنا شي مقدم، ولا جا عندنا شي واحد، ولا علمنا ولا قالنا شي حاجه. وحنا كنطلبوا من جلاله الملك يتدخل في هذا الامر هذا. هاد الناس هادو راه ما عرفتش شنو بغاونا نديرو. حنا راه عندنا ولادنا، وانا وخويا في دار وحده ودار الوراثه هذيك، وهاد الناس كيستنكرونا. قال لك انتوما شارين، انتوما ماشي ولاد البلاد. والله ما هذا منكر اخي. السلام عليكم اختي. حنايا من ذوي الحقوق، حنا اخوان الملوك، حنا خدام الاعتاب الشريفه، حنا الناس اللي تحقرنا في هذه البلاد، حنا الناس اللي جانا الافراغ، جانا الافراغ وحنا عندنا الملكيه ديالنا. بالنسبه للطرف الاخر اللي حنا مدعين معاه اللي هي عماله سخيره تماره، دلاو بواحد الشواهد ديال الملكيه، الشواهد ديال الملكيه اللي فيها 10 ار تقريبا ديال البلديه ديال تماره. بغيت غير نعرف واش هاد 10 ار اللي ساكن فيها هاد عباد الله هادي كاملين. المحكمه كان عندها جوج الحلول، الا كانت غادي تكون محكمه عادلة ومنصفة، يا إما غادي تحكم بعدم الاختصاص، يا إما غادي تخرج خبير باش يشوف واش فعلا هاد الناس كاينين ساكنين في هاد المساحة اللي هما عطاو. أما باش إلا كانت محاكمة صورية والأحكام جاهزة من الأول، علاش يخليونا نضربوا هاد الطريق هادي كاملة؟ إلا كنا في دولة الحق والقانون فالإنصاف خصو يكون لينا حنا اللي داوي الحقوق. ما يمكنش يجيبوا لنا الإفراغ ويشردونا. كاينين عيالات كبار، كاينين وليدات صغار، كاينين معاقين، كاينين شباب، شنو بغيتوهم يمشيو والهجره؟ بغيتو حتى تجي التراكس وتهدم كل شيء وتبداو تقولوا هما عباد الله ماتوا؟ حنا راه حتى شي واحد فينا ما غادي يخرج من داره، حتى شي واحد فينا ما غادي يدير الافراغ وغادي ينفذ هذا الحكم اللي صدر في حقنا. حنايا الا بغاو يديروا الافراغ غادي يديروه فوق منا، غادي يقتلونا تما، حنا غادي نموتوا شهداء على الارض ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنتواجدوا لمسانده الضحايا، كما كنقول ضحايا الاقصاء من ذوي الحقوق، الجيش الودائيه، الجيشيين والجيشيات وذوي الحقوق. حنا كنتواجدوا الان امام المحكمه الاداريه اللي جاهم هذه الفئه جاتها استدعاءات بالافراغ. وحنا كما كنقولوا حنا مع الاستفاده. هاد الناس جاتهم دعوه بالافراغ، ولكن راه ما عطاهمش واحد الحلول ديال التعويض او ما شابه ذلك. لهذا حنا كنسادوا هاد الاخوان والاخوات ديال الجيشين والجيشيات من اجل نيل ديال الحقوق ديالهم. هاد الملف ديال الجيش الوداية الملف اللي هو شائك وملف ولا مجتمعي، لان هاد الجيشين والجيشيات وذوي الحقوق راه عندهم تيتر جماعي، وهادي الاراضي ديال الاجداد ديالهم، ديال الاباء ديالهم، وديال هادي عندها قضايا تاريخيه. لهذا كنطلبوا السلطات بفتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئه من الشعب. حنا مع القانون، ماشي ضد القانون، ولكن كل واحد خاصو ياخذ الحق ديالو في الارث ديال الاجداد ديالو، في الاباء ديالو، في الارض ديالو اللي كيحاولوا انهم يهجرونا منها. حنا مع المشاريع التنمويه ماشي ضد، ولكن مع التعويضات خاصنا هاد الناس يتعوضوا في الحق ديالهم. ان محاوله السلطات انهم ادماجهم الاغيار، هذه المساله مرفوضه. حنا طبيعه الحال كلنا مغاربه كما يقال، كيقولوا لنا كلكم مغاربه. بالفعل كنا مغاربه ونتشرف بذلك. حنا مغاربه كنتشرفوا بالجنسيه ديالنا، ولكن واحد القضيه اللي كيتناساوا السلطات ان راه المغاربه كل واحد عنده الحقوق ديالو وكل واحد عنده الواجبات ديالو. لهذا كنطلب من هذا المنبر من السلطات فتح حوار جاد ومسؤول لحل وحل حالات هذا الملف. السلام عليكم. شوف اختي، انا جيشيه ذوي الحقوق، خوتي تافدوا وانا ما تافدتش. هدم لينا عماد الدين في بلادنا جناننا، وجات شركه لقات عندنا الكلب كلاونا، واليوم هزم لي وداني لدوار بن ناصر، عطاني محل قال لي تكني مده شهرين وغادي نعطيوك عماد الدين. واليوم ملي لحقتني هذه 26 عام وانا ساكنه تما، اليوم ملي جاتني الاستدعاء ديال الافراغ قال لي تخوي خوتي متافدين وانا ما متافداش. انا عندي الملف ديالي في الداخليه، عندي الحيازه، عندي الملكيه، عندي كل شيء، 12 شاهد ومتى حاجه اختي ما قضيتها والو، ما عرفتش اشنو غادي ندير.
والسلام عليكم.